تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد والى الله عز وجل بين مواسم البركة والخيرات، وفضله تعالى مبثوث في سائر الأعوام ومتجدد خلال الشهور والأيام، لا يتوقف عند بعضها ولا ينقطع بمرورها. ومواصلة الخير بالخير والحسنة بأختها أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وامتثالا لأمر الشرع الشريف بتحري رؤية هلال هذا الشهر واستطلاعه المبارك بعد غروب شمس 29 من شهر رمضان المبارك، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي قول نبيه صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وتنفيذا لهذا الأمر الشرعي استطلعت دار الإفتاء المصرية خلال شهر شوال لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد غروب شمس يوم السبت 29 من شهر رمضان الموافق 30 من شهر إبريل لعام 2022 من الميلاد، بواسطة لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام 2022 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية والتوفيق، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة بالأمن والأمان والسلم والسلام واليمن والخير والبركات. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام فتح واستقرار على مصر وعلى العالم أجمع، فهو نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.